بص روحي فجأة تعبت من المفاجأة. أنا مش أنا مش عرفت. ما شاء الله، أنت عارفة يا حبيبتي إن كل الرجالة المتجوزين هيحسدوني دلوقتي؟ طبعا. جمال وشعر ودلال وحلاوة، حلاوة بزيادة وخفة، وفوق ده كله بقى ما فيكيش أكتر حاجة بتخلي الرجالة المتجوزة تهرب من البيت. صوتك يا حبيبتي. طبعا الرجالة بتهجم البيوت بسبب صوت ستاتهم وزنهم، إنما أنا بقى في الجنة ونعيمها. هموت أنا في السيبة الصلطة. يلا بينا. هوبا. عاجبني كلك يا ولا، كلك عاجبني، مفيش معلم يا ولا. يا شو مالك مخشبه كده ليه؟ قلت لك ماليش مزاج الليله، وانت اللي قفشت. قفشت؟ قفشت ده ايه؟ يلا يلا. ده ايه؟ بقول لك ماليش مزاج الليله. هو ايه؟ هي دي اخر ليله ولا ايه؟ الله يا شو مالك؟ ماليش، ما عنديش مزاج، وبلاش فضايح بقى. فضايح؟ فضايح دي ايه؟ انا حقي وحق انا كمان يا اخويا انه يبقى بكيفي. طب وايه اللي مش جايب كيفك يا شو؟ جتتي مولعه نار، مش طايقه نفسي فيها حاجه. دي مولعه؟ مولعه في ايه؟ ده انا حاسس انك انت لسه طالعه من الثلاجه دلوقتي. بقول لك ايه، انجزي، ما فيش وقت. يلا انجزي يا اخويا. اذا كان على تمن الحبايه اديهولك. حبايه ايه وتمن حبايه ايه؟ انا بجيبها بالعافيه وعلى تمنها. وبعدين انا بعمل ده كله ليه؟ ما عشانك مره تقولي لي انا ما باخدش حقي، ولما اجي اديك حقك تقولي لي ماليش مزاج. يا راجل انت عايز تعملها لنا هليله الليله دي؟ هو في ايه؟ ما حرام عليك بقى، وعديها بلاش تتخنها. بقول لك ماليش مزاج يا معلم. شو شكلك كده ما بقيتيش تحبيني زي الاول؟ يا لهوي، شوف بقول ايه يقول ايه الراجل. يا راجل حرام عليك، مش كده، مش طايقه نفسي. حرام عليك. خلاص خلاص خلاص، شو براحتك شوقك اهو كده يا معلم، يا صاحب توكيل المزاج في البر كله. بس انا كده مش عارفه انا ايه. طب خديني في حضنك حتى.